الفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي واللي تصدر الترند خلال الايام اللي فاتت فيديو حقيقي، مش لقطه فيلم رعب او فيلم خيال علمي، ولكنه مشهد حقيقي رصدته واحده من كاميرات المراقبه الخاصه بموقف السيارات، وحصل في فرنسا بسبب الاعصار. وده الاعصار القوي جدا اللي تعرضت ليه المدن الفرنسيه الايام اللي فاتت، واللي ادى زي ما احنا شايفين كده ان السيارات كانت بتطير في الهواء من شده وقوه الاعصار.